الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لعل الله عز وجل أن يدخلنا في زمرة طلاب العلم بفضله وإحسانه، ممن يمر برياض الخير والهدى فيرتع فيها. فليقرأ القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده في يده وكبر، فكان يستلم الركن بمحجن. في الحديث مشروعية الطواف في الحج، والطواف في الحج على ثلاثة أنحاء: أولها طواف القدوم، وهو عند جماهير أهل العلم مستحب وأوجبه المالكية، والثاني طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد يوم عرفة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج به، والطواف الثالث طواف الوداع، وقد أوجبه الجمهور خلافا لبعضهم. وفي الحديث جواز أن يكون الطواف راكب، يجوز أن يطوف الإنسان وهو راكب، واستدل بالحديث من رأى أن الطواف بالنسبة للمحمول يكون للمحمول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البحير محمولا فاعتبر طوافه. وقد اختلف أهل العلم في الحامل والمحمول، هل يكون الطواف لهما جميعا كما قال جماعة، أو يكون للمحمول دون الحامل، أو للحامل دون المحمول؟ والصواب هو القول الأول، فإن كل واحد منهما قد طاف بالبيت، ولا زال الناس يطوفون بصبيانهم الصغار، ولم ينكر شيء من هذا، فدل على صحة القول باعتبار الطواف لكل واحد من الحامل والمحمول. وفي الحديث أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود الذي هو الركن، وفي الحديث مشروعية التكبير في بداية الطواف وعند المرور بالحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف. وهل يجوز للصحيح أن يطوف راكبا، أو لا يجوز ذلك إلا لأهل الأعذار من مثل المرضى؟ فكثير من أهل العلم منع من الطواف راكبا لغير أهل الأعذار، وحديث الباب فيه دلالة للقول بصحة طواف من طاف راكبا حتى ولو لم يكن من أهل الأعذار. وفي الحديث أنه لا يلزم تقبيل الحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف، وأنه يكتفى بالإشارة إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير. وفي الحديث دلالة على أن الطائف إذا مر بالحجر الأسود فإنه يكبر بدون تسمية. وفي الحديث من الفوائد مشروعية التكبير عند آخر الطواف، فإذا أنهى الإنسان طوافه ومر بالحجر الأسود شرع له أن يكبر حينئذ. وفي الحديث دلالة على اعتبار الإشارة في الشريعة متى كانت الإشارة مفهومة، ولذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره بالركن إذا مر عليه. وعن أبي الشعثاء
قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية رضي الله عنه يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. البيت يعني الكعبة المشرفة، والكعبة لها أربعة أركان، أولها عند الحجر الأسود، والثاني الركن اليماني، وهذان الركنان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وعندنا ركنان شاميان عند حجر إسماعيل، هذان الركنان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما أثناء طوافه، وكان معاوية رضي الله عنه يستلم هذين الركنين، وكان ابن الزبير أيضاً يستلم هذين الركنين، وكان ابن عباس يبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يستلم هذان الركنان، وكان معاوية ومن معه يقول بقول قياسي بأن البيت جميع أركانه معتبرة فلا يهجر شيء منها، وكان ابن عباس يرد عليه بأن المعول عليه في هذا الباب هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. وعن عروة بن الزبير قال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن أحلوا. وعن مولى أسماء أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على رسوله محمد، لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. من المسائل التي كانت بين الصحابة أن من قدم قبل يوم عرفة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، هل يلزمه أن يتحلل بحيث يقلب نسكه من إفراد الحج إلى التمتع كما قال بذلك ابن عباس؟ فكان ابن عباس يفتي ويقول بأن من قدم مفرداً أو قارناً أو متمتعاً فطاف بالبيت وسعى قبل يوم عرفة فإنه ينقلب نسكه ليكون تمتعاً، ويلزمه حينئذ دم التمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين قدموا معه مفردين أو قارنين بأن يقلبوا نسكهم إلى عمرة،
وبالتالي رأى أن ذلك على سبيل الوجوب. وكان أكثر الصحابة يقولون بأن من قدم مفرداً أو قارناً فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل من الإحرام حتى يقف بعرفة ويطوف ويرمي ثم يقصر أو يحلق. ومن هنا قال عروة بن الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج، فأخبرتني عائشة وهي خالته أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، وفي هذا مشروعية الوضوء والطهارة للطواف، وفيه تقديم الطواف بالبيت على أداء سنة تحية المسجد. قال: ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلب نسكه ليجعله تمتعا، وإنما بقي على إحرامه، يريد أن يرد بذلك على ابن عباس ومن رأى رأيه من علماء التابعين. قال: ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، فطاف بالبيت وسعى وبقي على إحرامه لأنه إما مفرد وإما قارن ولم تكن عمرة. وهكذا عمر مثل ذلك، جاء فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه ولم يقلب نسكه ليجعله عمرة، مما يدل على أن من طاف بالبيت وسعى قبل يوم عرفة لا يلزمه أن يقلب نسكه إلى التمتع. وهذا القول قال: ثم حج عثمان فرأيته، يخبر عروة بن الزبير عما رآه من عثمان، قال: فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، يعني بقي على إحرامه ولم يتحلل منه. ثم معاوية وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فكلهم يقدمون قبل يوم عرفة فيطوفون بالبيت ويسعون ويبقون على إحرامهم ولا يقلبون نسكهم إلى التمتع. قال: ثم حججت مع أبي، ووالده هو الزبير بن العوام، قال: فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. قال: وهكذا رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، يعني يقدمون إلى مكة محرمين قبل يوم عرفة فيطوفون ويسعون ويبقون على إحرامهم ولا يتحللون منه ولم تكن عمرة. قال: ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، يعني لم يقلب نسكه ليجعله تمتعا. قال: وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا يسألون أحدا مما مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم يبقون على إحرامهم ولا يحلون. قال: وقد رأيت أمي، أمه أسماء بنت أبي بكر وخالتي، يعني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به ثم إنهما لا تحلان، يبقون على إحرامهم مفردين أو قارنين. قال: وقد أخبرتني أمي وهي أسماء أنها أهلت هي وأختها، يعني عائشة والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، يعني أن من المستقر عندهم أنهم يتحللون من عمرتهم، ولو كانوا قد نووا قلب نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع لحلوا، لأنهم يكونون قد اعتمروا بطوافهم وسعيهم. وروى مولى أسماء أنها تقول: كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه هاهنا،
ونحن يومئذ خفاف، يعني ليس معنا حمل ثقيل أو ليست أبداننا ثقيلة، قليل ظهرنا، يعني أن الإبل عندهم كانت قليلة، قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان، فلما مسحنا البيت يعني أنهوا طوافهم وسعيهم أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج لأنهم كانوا متمتعين، فبمجرد انتهائهم من العمرة تحللوا ولو كان وقت الحج قريبا. وقال ابن جريج: أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك. وأبت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قوله: قال ابن جريج أخبرني عطاء. ابن جريج من علماء التابعين، عبد الملك بن جريج، وعطاء بن رباح وهو من علماء التابعين، وقد كان مشهورا بعلم المناسك. قال: إذ منع ابن هشام، مراد به إبراهيم بن هشام المخزومي، خال الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان قد نصبه أميرا على الحجاج، فكان يمنع أن يطوف النساء مع الرجال، ويأمر أن يكون للنساء وقت في الطواف وللرجال وقت في الطواف. فأنكر عليه عطاء ذلك، فقال: كيف يمنعهن، أي كيف يمنع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. وفي هذا جواز أن تطوف المرأة مع وجود الرجال، وأن ذلك لا يعد من الاختلاط الممنوع منه شرعا. فالاختلاط الذي منع منه في الشرع واجتماع الرجال والنساء بشكل متكرر في مكان واحد، وأما إذا لم يكن ذلك على شكل متكرر معتاد فإنه لا يعد اختلاطا ممنوعا منه. وفي الحديث إشارة إلى وجوب الاحتجاب على النساء، وأن الحجاب فريضة شرعية. وفي الحديث أيضا طواف المرأة بحجابها، وظاهر لفظة الحجاب في لغة العرب أن يكون مغطيا لجميع المرأة. وفي الحديث من الفوائد استحباب أن تكون المرأة في الطواف خلف الرجال لتأمن بذلك من ملامسة الرجال. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة إن لامست رجلاً في الطواف ولو كان من غير شهوة فإنه ينتقض وضوءها، وبالتالي لا يصح طوافها. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وجماهير أهل العلم يخالفونه في ذلك. وفي الحديث من الفوائد أيضا تجنب المرأة مجتمع الرجال، ولذا لما جاءت امرأة لعائشة فقالت لها: انطلقي نستلم، يعني بعد أن فرغوا من الطواف، أشارت عليها أن يذهبوا إلى استلام الحجر الأسود،
فقالت عائشة رضي الله عنها انطلقي عنك، يعني لن أذهب معك، وأبت أن تخرج معها، وذلك رغبة في عدم مخالطة الرجال ومزاحمتهم عند الحجر الأسود. ولذا فإن المستحب للمرأة عند ازدحام الناس على الحجر الأسود ألا تستلم الحجر وألا تقبله. وفي الحديث أيضا أن المرأة إذا خرجت من بيتها لدار عبادة أو لغيره فإنها تتنكر على الناس بحيث لا يعرفونها، ولا يكون ذلك إلا باحتجابها ولبسها ما يغطي جميع بدنها. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تجاور في جبل ثبير، لعله كان هناك مكان للعبادة والصلاة، وكان هناك شيء من المساجد. وفي الحديث من الفوائد جواز لبس الدرع المورد، والمراد بالمورد الذي عليه صور الورود، وعدم منع المرأة من لبسه. وفي الحديث احتجاب المرأة عمن يحادثها ويخاطبها بوضع ما يكون ساتراً بينها وبينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده على إنسان بسير أو بخيط أو خزامة أو زمام في أنفه أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمره أن يقوده بيده، فقال قده بيده. في الحديث من الفوائد مشروعية الطواف بالبيت حتى في غير النسك، وأن الطواف عبادة يتقرب بها لله عز وجل. وفي الحديث النهي عن أن يربط الطائفون بعضهم ببعضهم بواسطة خيط أو حبل أو نحو ذلك. وفي الحديث من الفوائد أنه إذا أراد جماعة أن يكون بعضهم قريباً من بعض فلا بأس أن يمسك بعضهم بأيدي بعضهم. وفي الحديث جواز الكلام والحديث أثناء الطواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قده بيدك. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن صاحب الولاية يمنع الناس من المخالفات ويحجزهم عنها بمنعهم عن فعلها، ولذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبل الذي كان بين هذين الرجلين. وفي الحديث أيضا مشروعية إنكار المنكر في الطواف، فإن كان من أصحاب الولاية لا بأس أن ينكر بيده، وإن كان من غيرهم نصح وأرشد لبيان السنة والطريقة المشروعة في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن أناساً طافوا بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. في هذا الحديث جواز الطواف بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن أوقات النهي لا يمنع من الطواف فيها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. وفي الحديث مشروعية التذكير في المساجد، وأن ذلك من القرب، وأنه يستحب للإنسان أن يجلس إلى مجالس العلم والتذكير يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا.
وقولها حتى طلعت الشمس أي لما بدأ حاجب الشمس بالخروج والطلوع قاموا يصلون. ومن المعلوم أن وقت طلوع الشمس وقت نهي مغلظ، ولذا رأت عائشة أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي يشمل من كان في هذا المسجد مسجد الكعبة، وهذا رأي جماهير أهل العلم. ورأى الإمام الشافعي بأن مسجد الكعبة مستثنى وأنه لا يوجد فيه وقت نهي للحديث السابق لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ومذهب الإمام الشافعي في هذا الباب أرجح من مذهب جمهور أهل العلم لصحة الحديث الوارد في هذا. نعم. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قوله رأيت عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير من علماء الصحابة وكان من أهل الولاية، ولذا كانوا يأخذون بما يرد عنه، فهو صحابي وأقوال الصحابة حجة عند جماهير أهل العلم. وفي هذا الأثر دلالة على جواز الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وفيه دلالة على أن أوقات النهي لا تكون منهياً عن الصلاة فيها في مسجد الكعبة، ولذا كان يطوف بعد الفجر ثم يصلي ركعتين، مع أن هذا الوقت وقت نهي، إلا أنه لما كان في مسجد الكعبة كان يصلي سنة الطواف، مما يدل على استثناء مسجد الكعبة من أحاديث المنع من الصلاة في أوقات النهي. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للخير والطاعة والهدى، وأن يجمع كلمتهم ويؤلف ذات بينهم، وأن يغفر لهم ويرحمهم. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن استعمل في طاعته وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.